طب انا حافظ ازاي على الفيلر؟ يعني انا جيت خلاص وحقنت فيلر تمام وبدون قلم وبدون اي حاجه، وهي الموضوع تمام كله بيظهر وقتي، وفي 10 دقايق بتكوني نازله من فوق، يعني وشك مفرود. تمام حافظ ازاي بقى؟ يعني هنقول في اول اسبوع بعد حقن الفيلر، طبعا المفروض ان احنا نبتعد عن اشعه الشمس المباشره، دي حاجه مهمه جدا. لازم نحط سان بلوك مناسب لنوع البشره، لازم نشرب كميات ميه كبيره، لازم نبتعد عن اي مصدر حراري، يعني البخار والساونا والحاجات اللي ممكن تكسر الفيلر، ونبتعد عن التدخين. السموكينج، النيكوتين يا جماعه من الحاجات اللي بتكسر الكولاجين اللي اوريدي موجود في بشرتنا. اوكي، فيعني مهم جدا زي ما قلت لك شرب الميه بكميات كبيره والابتعاد عن اشعه الشمس. شفتي الصوره دي؟ وترطيب البشره طبعا مهم جدا. ده طبعا ازاي برضو عالجنا الطيات الانفيه او النيزوليبيال فولز بالفيلر، الصوره اللي فوق طبعا بيفور وتحت افتر طبعا.